السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. طبعا كلنا عارفين إن الحياة مليانة أسرار، ومن سر الحياة هو النجاح والتألق. معانا هنا في برنامجكم وبرنامجنا أسرار الحياة هتعرفوا كل نجاح شخص فينا وكل واحد إزاي وصل لنجاحه. طبعا خلونا نصبح على زميلتي أستاذة هند الأول، بعد كده نتعرف على ضيوفنا ونجاحهم. صباح الخير يا استاذه هند. صباح الخير يا استاذه ايه، منوره الدنيا. عرفيني موضوع الحلقه النهارده. والله بصي، اول حاجه لازم نصبح طبعا على الساده المشاهدين. أكيد. صباح الخير وصباح الورده على الساده المشاهدين. في بدايه الحلقه بتاعتي طبعا بهني مخرجنا الكبير استاذ وليد بعيد ميلاده وعقبال من مليون سنه. النهارده الحلقه بتاعتنا بتدور عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. طبعا انتوا عارفين ان الحلقات دي اتكررت معانا جدا، لان احنا مهتمين بصراحه بالشغل الاونلاين، لان هو بصراحه اصبح هو الاساس دلوقتي على الساحه في اي حاجه، حتى التعليم بقى اونلاين. بصراحه احنا دلوقتي في ظل الازمه ديت بنخاف دلوقتي، وخصوصا ان احنا معانا اطفال، ان احنا ننزل نشتري اي لبس ليهم، او معانا مثلا ستات كبيره في السن، فبنضطر ان احنا بنشتري من على السوشيال ميديا. وبصراحه في الفتره ديت ان الشغل الاونلاين اصبح هو الاساس وليه مصداقيه كبيره جدا. ومن ضمن البيدجهات اللي انا دخلت عليها وشفت المصداقيه بتاعتها هي بيدج بيجامتي. بصراحه لقيت البيدج فيه تفاعل كبير قوي على الناس، وحاجاته الماتيريال والخامات كويسه جدا. واستغربت اكتر لما لقيت اللي بيديروا البيدج دوت مجموعه من الشباب صغيرين في السن، بس بسم الله ما شاء الله قدروا ان هم يعملوا صفحه كويسه جدا والناس كلها بتتفاعل معاه. معانا ومعاكم النهارده اصحاب صفحه بيجامتي، نرحب بيكم. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بيكم. طبعا عاوزين طبعا قبل ما نبدا موضوع حلقتنا تعرفونا على نفسكم. استاذ هشام، حاضر المايك بس مع حضرتك. اهلا وسهلا. عبد الله محمد سعيد. اهلا وسهلا بحضرتك. سوفت وير امبلمنتيشن سبيشاليست بانكير، ماسك من بيجامتي اونرز، ماسك الشيبمنت عموما والاوردرات توصيلها والفيدباك والريفيوز بتاعت العملاء والكاستمر داتابيز. اهلا وسهلا يا فندم. انا هشام محمد، عندي 28 سنه، خريج كليه السياحه وفنادق جامعه 6 اكتوبر، وموظف في البنك الاهلي. انا ماسك الاداره الماليه للصفحه والاداره التسويقيه ليها. اهلا وسهلا بحضرتك. وانا اسمي كريم مصطفى، بشتغل سوفت وير ديفلوبر، عندي 26 سنه، ومسؤول في بيجامتي عن الجرافيك ديزاينز وعن الموردين. طب قبل ما نبدا بقى الاسئله بتاعه الحلقه، عاوز افهم بس حضراتكم ازاي تعرفتوا على بعض؟ يعني كل شخص فيكم بيشتغل حاجه مختلفه تاني، سنكم كمان متقارب من بعضكم قوي يعني جدا. انا مثلا طب ممكن المايك. هو انا وكريم اصدقاء من زمان، من ايام المدرسه يعني، من كي 1، ودخلنا الجامعه برضو نفس الجامعه مع بعض، بزنس انفورميشن سيستمز، نفس التخصص. وبعد كده كريم يعني هشام برضو صديقنا من زمان جدا، صديق يعني أخويا. كانت مجرد صداقه وشجعته بعض من الصغر، يعني من صغر السن، احنا اصلا من يعني من واحنا صغيرين، من 5 سنين واحنا نعرف بعض. ده شيء جميل يعني، يكونوا اصدقاء يشجعوا بعض كده، حاجه جميله جدا، خصوصا ان هم عاملين صراحه شغل كويس يعني جدا على صفحه بيجامتي بصراحه. يعني ربنا يخليكي، والله ده كرم من حضرتك. عايزين طبعا نعرف في بدايه حلقتنا، انتوا امتى بداتوا الشغل الاونلاين؟ تمام. هو احنا خلصنا جيش في شهر 3، تمام، انا وكريم. فطبعا كان الوقت ده ازمه الكورونا عاليه قوي، ابتدينا ندور على شغل وكده، والناس كلها كانت بتقفل والشركات كلها كانت بتقفل، بس احنا قلنا لازم نعمل حاجه وما نفضلش مكاننا وننجح في الوقت اللي الدنيا كلها بتقفل فيه. حلو جدا. فابتدينا نبحث على حاجات معينه، ولقينا ان الاونلاين هو المستقبل. وكمان في الفتره دي بالذات بتاعت الكورونا. تمام. فبدانا طبعا الصفحه ديت، وبدانا بعرض البيجامات، وبعد كده تعاقدنا مع مصانع وكان لينا موردين كمان، ودخلنا في لبس الخروج، ودلوقتي الحمد لله يعني لقينا نجاح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. استاذ كريم، عرفنا بقى ازاي ابتديت تشتغل هنا؟ احنا في الاول كده يعني لما كنا بنفكر، طبعا اي حد نفسه يبقى عنده بيزنس خاص بيه، ما يبقاش شغال في وظيفه وفي كل يوم دالي روتين. فيعني فكرنا في الاول ان احنا مثلا هناخد محل وكده وهنعرض فيه منتجات بتاعتنا، بس اكيد خدت وقت يعني ان انتوا تفكروا وتشجعوا بعض وتبتدوا الموضوع كله من الاول. عملنا 3 شهور. تمام. واول لما جه الكوفيد 19 كان طبعا فكره المحل كانت صعبه شويه،
طبعا. فشفنا على النت، يعني انا كنت طبعا الوقت ده كان القعده على الانترنت كانت كتيره قوي، الواحد ساعة. مش ورا حاجه. اكيد اه طبعا اكيد. فكنت بشوف سيرفيز واستطلاعات راي بتتكلم عن ان الناس بداوا يقضوا وقت ازيد على الانترنت، وان كمان النسبه بتاعت البنات والسيدات كمان بقى في ان هم بيعملوا اوردرز كتير من صفح اونلاين او حتى بيستخدموا ويب سايتس مشهوره يعني. اي ففكرنا في الفكره دي في ان احنا نستغل طبعا ان احنا يعني لقينا عندنا منتجات ان احنا ممكن لما نعرضها تعجب الكاستمرز وكده. فبدانا في الفكره، واول حاجه نفذناها الديزاين اللوجو بتاع بيجامتي طبعا اول حاجه بدانا فيها. بس كويس ان انتوا في السن ده قدرتوا ان انتوا تعملوا حاجه مستقبل ليكم، يعني شباب زيهم يا استاذه ايه ما بيفكروش في اي حاجه شغل ولا اي حاجه. معنى اصح يعني بيحبوا ان هم يقعدوا وخلاص كده مستسلمين الامر الواقع، بس انتوا ما عملتوش كده للاسف. حتى مع يعني مع الوظيفه الاولانيه هو كده كده لازم يبقى فيه دخل تاني وتالت، يعني أكيد البني طبعًا. ادم لازم يستثمر في كذا وعاء ما يستثمرش في وعاء واحد. تمام. يعني ده من وجهه نظر اي حد ان انت لازم تسكيب الديلي روتين اللي هو من 8 ل 5 تمام. لازم يبقى موجود ومع حاجه تانية وكده، لان احنا في زمان دلوقتي اظن ان هو يعني محتاجين ان احنا ندي أكيد. اكتر وجهد كل حاجه أكتر. كمان محتاج مجهود اكتر، والناحيه الماديه لازم تزيد، كل ما حضرتك بتدخل في مسؤوليات اكتر بتحتاج ان اكيد. ومش الماديات بس، انت بتحس بوجودك في ان انت بتلاقي حاجتك انت اللي بتنجح، اللي هي حاجتك ملكك يعني. أيوة ان انت تنجح. خليني بس اسالك سؤال يا استاذ عبد الله، ايه استفدت ايه من شغل اونلاين؟ انا استفدت على الصعيد الشخصي يعني من الشغل الاونلاين يعني خبره كبيره في مجال اللبس وفي مجال الاقمشه وفي مجال الديزاينات التركي اللي بتتصنع بجوده مصريه تمام، وتطلع بنفس الديزاين التركي بالظبط تمام، نفس الصوره تلاقيها هي نفس المنتج تمام. وعلى الصعيد طبعا اللي هو العملي انا استفدت حاجات كتيره من الشغل اونلاين، ان هو مصاريف التشغيليه بتاعتي انا قللتها خالص تمام. بدات اتارجت ناس اكتر تمام عن طريق يعني التارجت اودينس بتاعي تمام. انا بدات اتارجت ناس اكتر، بدات اعرف اعمل سيرفيز بكل سهوله عن طريق ان انت تعرف الناس برضه كتير، بتعرفك حاجات اكتر. طبعا انت يعني التسول الالكتروني ده عموما هو يعني هو ده المستقبل اللي جاي عموما في الاقتصاد كله تمام. حتى يعني احنا واخدينها كفكره بلد، حتى التحول الرقمي شيء جميل جدا يعني حسيناه دلوقتي وسهل علينا حياتنا. تمام استاذ هشام، طب حضرتك استفدت ايه؟ والله بص حضرتك، هو انا استفدت طبعا خبره في المعامله مع الناس يعني، وازاي ان انا اقدر ابيع حاجه، دي كانت استفاده حلوه قوي ان انا ازاي اقدر ابيع. ومنتج كمان صعب، لان اللي بيشتريه هو مش بيبقى شايفه على يعني قدامه، لا ده بيشتريه من على صدره. لو احنا الشعب المصري كشعب مصري بنحب نمسك الحاجه بالظبط، نمسك ونشوف الجوده ونشوف القماشه ونشوف الشكل. فطبعا ديت بتبقى برضو سلعه اصعب لما يكون حد يروح محل او حاجه انت بتبيعي اونلاين، فهي لازم دي طبعا انا خبره خدتها، دي حاجه دي اكتر حاجه انا خدتها. وطبعا عرفت فعلا معنى ان الواحد يبقى عنده حاجه سند عليها، غير بقى اي حاجه تانية، غير اي طبعاً. شغل تاني بالظبط كده، حاجه خاصه بك انت بالظبط، حاجه خاصه. اشتغلت ساعه ساعتين دي حاجه دي حقيقه في اي وقت انا بقدر اشتغل يعني، انا مفيش حاجه ربطاني بوقت ان انا اقدر اشتغل. لا مش الفكره ان انا هعاقبك مثلا عشان ما اشتغلتش، لا دي حاجه خاصه بيا انا، دي حاجه هتمولاني كمان وانا بحبها. انت لو ما كنتش بتحبها ما كنتش هتنجح فيها طبعا. وبعدين دي بعد كده بتوصل للارتياح المادي يعني، هو دي كمان من اسرار النجاح ان الواحد يبقى ليه كذا مورد. طبعا الصور بتتعرض على الهواء، صور حضرتكم بتاعت الفيديو. ممتاز جدا. تمام الله يخليكي، شكرا جدا. استاذ كريم، عايزين نعرف بس استفدت ايه؟ والله يعني انا اللي انا هقوله هبقى بضيف لكلام عبد الله ولكلام هشام، يعني في فكره ان انا فعلا بقى عندي خبره في التعامل مع الكاستمرز، العدد اللي احنا بنتعامل معاه، وان انا بفولو اب بشوف المشاكل بتاعتهم. تمام. بعرف مثلا ايه يعني ايه المشاكل اللي هم بيواجهوها واحاول ان انا اتجنبها. والخبره اللي احنا يعني اخذناها في نوع الاقمشه. اسمح لي بس اقطعك، معانا اتصال استاذه هاجر. الو 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 استاذه، ازاي حضرتك؟ الو ايوه ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه هاجر؟ ايوه انا بس كنت عاوزه اقول رايي في البيج. انا جربت البيج، اتفضلي. بصراحه بامانه يعني الماتيريال كانت تحفه جدا. ويعني الاونلاين بيجز دايما ما بتكونش موثوق فيها قوي، بس الصراحه يعني من الحاجات القليله اللي انا جربتها وحلوه جدا، وبجد يعني ناس ثقه، وشكرا جدا على المعامله الحلوه
توصيل وكل حاجه كانت حلوه جدا. الحاجه فيها نفس المصداقيه اللي خدتيها؟ كان فيها مصداقيه؟ الصوره بالظبط والخامه كمان حلوه جدا. طيب كويس جدا. جميل. جميل قوي. جميل. شكرين جدا لك يا استاذه. شكرك يا استاذه هاجر. خلينا نرجع لاستاذ كريم مره ثانيه. استاذ كريم استفدت من الشغل الاونلاين والشغل الاونلاين حاسس ان هو عليه تفاعل؟ ويعني طبعا في الفتره الاخرانيه دي كان يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا شفت استطلاعات راي في الاول فشفت قد ايه بقى في تفاعل دلوقتي في الوقت ده يعني من الناس في الشارع اونلاين وكده. بقى صعب شويه ان هم ينزلوا يروحوا مول او يروحوا محل عشان خاطر يشتروا، بس هم نفسهم يتاكدوا لما يوصل المنتج لحد البيت ان هو يعني زي لما شافوه في الصوره وبرضه نفس الخامه اللي احنا قايلين عليها سواء نوعها قطن او حاجه ثانيه. يعني حضرتك نفس الخامه بتعرضها نفس الخامه اللي بتوديها بالظبط. فاحنا طبعا استنفذنا وقت كتير في ان احنا نتعلم الفرق بين القطن بيور والقطن سنجل طبعا والقطيفه والبولر لازم. حاجات يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا بقى بفرق فيها. الغريب يا استاذه ايه في الموضوع ان اللي بيديروا الصفحه ثلاث شباب وبيبيعوا حاجات بنات فانا مش عارفه هم ما فيش رجاله على مطلع. لا لا خالص. بس احنا في بنت معانا في بنتين. طب احنا هنقطعك مره تانية مش عارفه مش عارفه المجد دخل ايه. دخل استاذه ندى. الو الو صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. ازيك يا نجمه عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام دايما يا رب. منورين كلكم. ربنا يخليك. عايزين نعرف رايك بقى في المنتجات بس بصراحه. ها بجد بصراحه وبدون اي تحيز ماشي. الماتيريال بيرفكت ما شاء الله. الباكجينج تحفه. التوصيل سريع جدا. هما كمان عندهم ميزه ان هما لو قاعدين يخسروا مش هيبيعوا الحاجات بالسعر ده. لا والمشكله مع شباب يعني اللي يشوف ان هما شباب يقولك لا مش هيبقى ليهم ذوق في اي حاجه، بس بالعكس بالظبط الحاجه بتاعتهم جميله جدا وذوقها حلو جدا بالظبط تحفه يعني فما شاء الله عليهم بجد. اعتقد ان هما احسن بيج بيبيع اونلاين في البيجامات والحاجات دي فما شاء الله بجد. ربنا يخليها. ميرسي يا ندى متشكره. احسن بيج بدليل ان هم معانا النهارده من مليون. لا احنا كمان اخترناهم يا استاذه ايه الاعداد بتاعنا اختارناهم. لا هي حاجه ممتازه الشغل بتاعهم ممتاز بجد. مش اي بيج على فكره ممكن نجيبه يتكلم. لا البيج اللي هو فعلا بيبقى عليه تفاعل. متشكرين جدا لحضرتك. ربنا نرجع للاستاذ هشام مره ثانيه. فانا طبعا يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا اقعد افرق بين الاقمشه واركز في الالوان. يعني انا كنت دوبك في الالوان احمر اخضر ما اعرفش درجات. دي مشكله كل الراجل على فكره. وانتوا بتلبسوا كده على طول خلاص هو اي حاجه. بس احنا بقى كان معانا بنت صاحبتنا اسمها بسمه كانت هي اللي بترد على رسائل الصفحه. هي شغاله مديريه اللغات دلوقتي. طب ممكن ترفع المايك شويه عشان فلما بتكلمنا مثلا عشان خاطر تسلمنا اوردر هي بقى بتفهمني مثلا لو لون انا مش عارف ايه هو اللون ده مش عارف ايه هو مثلا او مقاس مثلا فستان طوله قد ايه يعني الوزن والطول والحاجات دي. لان ممكن مثلا واحده بتطلب اوردر فتكون مثلا يعني مش بتقول لارج او اكس لارج ممكن تقول انا مثلا وزني 70 65. ما هي دي بقى المشكله. فطبعا هي يعني بس ما هتساعدني اكتر يعني. يعني وزني كده انا عايزه الاكس لارج ولا لارج. طبعا بعت لها سلام جدا لنا كان زي شريكه معانا. هي كان المفروض يعني على الاقل هتعمل مداخله بس برضو بابا عيان شويه. الف سلامه عليك. الف سلامه تحت امرها في اي وقت طبعا في اسرار الحياه. الله يخليك. يخليها استاذه عبد الله عايزه افهم برضو يعني انتوا ازاي ابتديتوا الشغلانه دي ومين اللي شجعكم بمعنى اصح؟ التشجيع والتحفيز من مين الاول؟ هو احنا كان كريم وهشام الصراحة يعني مش انا خالص. التحفيز ما كانش مني انا خالص هو كان من كريم وهشام في الاول اول ما خرجوا من الجيش. كنت ايوه يعني الفكرة اول ما خرجوا يلا نعمل شغل اونلاين على طول كده ولا لا هو اصلا احنا من بدايتها احنا كنا بنشتغل ريتيلينج وكده في كذا حتة قبل كده فاحنا كنا عارفين الماتيريال نفسه بس احنا كنا عايزين نتارجت سيجمنتيشن معين في السوق ان احنا نشتغل في الحاجات البناتي اكتر والحريمي اكتر. تمام هقطع حضرتك المرة دي معلش. لا معانا اتصال استاذ ولاء. الو صراحه اتصالات بقى والبيج بتاعكم عامل عليا. الو هاي ازيك؟ ايوه اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي معاكي. الو ايوه ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا فندم الحمد لله. كنت حابه بس ادي فيدباك عن جمال الماتيريال اللي بيتعمل بيه البرودكت قد ايه التيم اللي هم شغالين معاه تحفه
لما بنبعت اي مسج على الفيسبوك بيردوا بسرعه جدا. تمام، اهم حاجه الرد، اهم حاجه طبعا. انت ايه رايك بقى في الالوان؟ وبعدين في الالوان بتاعتها، الالوان تحفه، الماتيريال تحفه، الاسعار كمان يعني مناسبه لكل الناس. اهم حاجه كمان ان هم خدمه ما بعد البيع، يعني ان هم بعد لما العميل بيشتري وخلاص مش بيسيبوا بقى الكلاينتس كده، لا بيتصلوا بيه وبيكلموه وبيشوفوا رايه، لو في اي حاجه عايز يقولها، حاجه مثلا عجباه او كده، فهم بيوصلوا طبعا الكاستمر ساتسفاكشن، بيهتموا بيه طبعا. احلى حاجه ان هم بيبقوا من بعض ثقه. اه طبعا التيم اللي هم شغالين معاه حلو قوي، وفعلا ان هم بيحققوا الكاستمر ساتسفاكشن، ودي اهم حاجه يعني. الحمد لله، الحمد لله، تشرفنا بحضرتك يا استاذ. نرجع للاستاذ عبد الله والاستفاده. آه تمام. هو احنا كنا، معلش انا اسف، كنا في اني بوينت، كنا بنقول لحضرتك مين يشجعك. هو كريم وهشام اول ما خرجوا من الجيش شجعوني جدا، واحنا اصلا كنا بنبص للموضوع ده من قبل الجيش، يعني من قبل ما هم يخرجوا من الجيش كنا بندرسه، بس كنا حاطينه تحت يعني حيز الدراسه. تمام، لان كنا بنعمل دراسه السوق اللي هو البناتي ده، لان احنا ما كناش اشتغلنا فيه خالص قبل كده. بس كريم يعني انا افهم برضو ان شغل حضرتك كله بناتي، مفيش رجال؟ لا 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 لا، احنا ما عندناش رجال خالص، لا احنا خصصنا بناتي بس. بس احنا كنا في الاول بنشتغل ريتيلينج في ولاد، بس مش عن طريق البيج دي. تمام، مملين الولاد برضو شويه. لا مش مملين، بس هو يعني على فكره لا بالعكس والله، هو هو الاصعب، الاصعب ان انت تتعامل مع بنات اكتر، يعني الاصعب ان انت تتعامل مع بنات مش مع اولاد، وان انت تفهم حاجه البنات لان فيها فرايتيز كتير. ايه اللي بيشتري كتير؟ البنات اكتر. اكيد هي هي حتى احنا لما عملنا السيرفي، كريم عمل السيرفي دي، هو لان الاونلاين يعني السيرفي دي هي اللي شجعتنا. احنا بصينا للسيرفي، عملنا سيرفي على الفيسبوك ان احنا مثلا اكتر، بصينا للمعايير اكتر ناس بتشتري في الوقت بتاع الكورونا ده ايه، لا كان كله ستات. يعني 70% مثلا من اللي قاعدين اونلاين في الوقت ده كانوا هم ستات. تمام، وعمرهم من 18 ل 40، يعني مش يعني ما يعني مش كبار. فهو انت ده اللي خلاك ان انت تتشجع ان انت تنزل اصلا السوق ده او الماركت ده، وان انت تعرض البرودكتس بتاعتك. تمام. وان انت طبعا تتحول بقى ان انت تصنع الديزاينات التركي بطريقه مصري عشان نطلع نفس الاسعار اللي الكلاينتس دول بيقولوا عليها. تمام. استاذ عبد الله هنرجع تاني اتصال. ماشي ماشي. استاذه ليلى، الو. الو، اهلا وسهلا بك يا استاذه. اهلا بيك. عايزين نعرف حضرتك رايك ايه في الماتيريال. ايوه بصي، وانا بس احب اقول حاجه، ان انا شفت الاونلاين دايما بخاف منه، او دايما الحاجات اللي احنا بنجيبها ما بتبقاش زي الصوره ما هي محطوطه على البوست. فانا كنت دايما لما بجيب حاجه كنت اصورها واحطها مثلا على الجروب واقول يا جماعه موجوده في مكان ايه عشان انا اروح اشوفها بعيني. فقلت بقى اجرب على بجامسي، قلت هطلب اوردر وهجرب، بس الصراحه يعني زي الصوره بالظبط. طب الحمد لله، طب الحمد لله، يعني مفيش دلوقتي ولا مكالمه كده قالت حاجه. عجبك يا استاذه ليلى الاوردر ووصل امبارح صح؟ مظبوط. تمام، البيجامه كويسه. قولي الحق، قولي الحق، احنا على الهوا. لا بجد بجد، وعايزه اقول لك على حاجه، انا حتى لما استلمتها كلمت قريبتي وقلت لها البيجامه الحمد لله طلعت كويسه، فهي بقى كانت بتجرب فيا. انا خلاص بقى انتصرت عليهم. لا دي انت كمان قولهم بقى حاجاتهم سمعت في مدينه الانتاج الاعلامي ومعانا اهو في البرنامج. لا ده احنا مش متوقعينها خالص، لان هي واخده بيجامه امبارح، بيجامه واحده، وكانت قلقانه جدا بتقول عشان اجرب وبتاع. عشان اجرب. طب والله كويس ان هي معانا النهارده في المداخله. لا بجد بجد، يعني انا حتى قلت اجرب واحده بس ما شاء الله، يعني انا كده انا بقى اللي هماركت معاكم. ان شاء الله. تشرفنا يا استاذه. تشرفنا بحضرتك استاذه ليلى. تشرفنا بيك. استاذ هشام، استاذ هشام، حضرتكم بتوصلوا الاوردرات في كل المحافظات ولا محافظه معينه؟ هو احنا حاليا داخل القاهره والجيزه، بس لو في محافظات احنا بنتفق مع شركات شحن تانية اللي هي بتوصل بقى محافظات. يعني ما عندكمش اعتراض ان انتوا توصلوا محافظات؟ لا طبعا ما فيش اي مشكله. احنا كمان بنوصل جمله، احنا كمان بنبعت جمله. في اوردرات جات لكم من مثلا من البحيره؟ من السويس طبعا، من اسيوط. اسيوط احنا اصلا كنا بنوصل ليها حاجات جمله كتير قوي في الاول، وفي محافظات كتير تانية، بس احنا تركيزنا دلوقتي على القاهره والجيزه.
بس طبعا لما حد بيطلب حاجه، وعلى ما اعتقد اقرب فرع ليكم يعني، اقرب حاجه ليكم القاهره والجيزه. بس في حاجه بقى يا استاذ ايه، طبعا احنا عمالين نتكلم على النجاح والحمد لله الاتفاق اللي هم فيه، بس اكيد في مشاكل واجهتكم. انا طبعا في اي مشروع كل حد بيبقى في دروب شويه، ايه بقى المشاكل اللي واجهتكم؟ هو اول حاجه شركات الشحن طبعا، دي بتبقى اكتر حاجه بتضايق اللي بيبقى شغال اونلاين. والله لا بالظبط، احنا كنا في الاول اصلا احنا كنا بنوصل بنفسنا، انا وكريم كنا شغالين بنوصل بنفسنا، بعد كده دخلنا كويس جدا بعد كفحت وعانيت والله الحمد لله ربنا ما بيضيعش يعني. انا عاوز اعرف الناس كلها ان ربنا ما بيضيعش فعلا حق حد تعب. انتوا بتاخدوا بقى مواصله وبتروحوا؟ لا كان معانا، بيبقى معانا مثلا عربيه او اي حاجه وبنروح بنوصل بيها. طب والله كويس جدا. بعد كده بقى شركات الشحن بقى تعاقدنا معاهم، عشان طبعا بعد الكورونا الدنيا ما فتحت بعد الكورونا وكده اشتغلنا، فما بقاش حته التوصيل دي بقت بقت صعبه علينا، فابتدينا نشوف بقى شركات شحن. شركات الشحن بقى هي بالظبط اكتر مشاكل اللي احنا كنا بنشوفها منها. فعلا طبعا الايمج والمندوب اللي بيروح هناك هو ده الايمج بتاع الصفحه، الواجهه بتاع البيج بتاع لما يكون المندوب ملتزم او محترم بيتكلم بيستنى الكاستمر لما يخلص، ودي طبعا بتبقى اهم حاجه للزبون طبعا. ويطبق الرولز بتاعتنا في ان هو يستنى ان هي تقيس يعني هي دي ان هي تطبق الرولز بتاعتنا في ان هو يستنى، لان احنا بنخليه لازم يستنى 5 دقايق المنتج يتفتح ويبص عليه، لو مش عاجبه الباكج يعني ممكن تتقفل تاني. لا احنا عاملين باكج بتتفتح وممكن تتقفل وتتقفل تاني. تمام يعني الباكج الاولانيه انت ما تقدرش تفتحها غير العميل هو اللي يفتحها، بعد كده الباكج الثانيه دي ممكن تتفتح وتتقفل. تمام ماشي. ولو في عادي ان هو عايز يرجع الحاجه وهو فيها شيء فيها ديفو احنا بنقبل مرتجع عادي جدا، لان احنا طبعا ما ينفعش ان احنا نعامل من غير مرتجعات، لان انا بدي له نفس التجربه اللي هو بينزل المحل فيها بالظبط. تمام وهو المندوب لازم يطبق الرولز دي، فاحنا كانت مشكلتنا في ان هو يطبق الرولز دي من الاول بقى. ما فيش مندوب هم بيقول لك التوصيل انا مثلا هوصل وما عنديش وقت وعندي كذا اوردر ومش عارف ايه، فهي دي مشكلتنا كانت الرئيسيه. غير طبعا صوره المندوب بقى كهيئه طبعا، لان هو بيريبريزنت الشركه. تمام خلينا نسال الاستاذ كريم. ايوه التوصيل بيوصل يعني الاوردر بيوصل في خلال قد ايه؟ يعني هو تقريبا في خلال الجيزة او الجيزة هنا لو انا مثلا لسه عامل اوردر النهارده يوم السبت ممكن يوصل مثلا، احنا بنقول في خلال 5 ايام تحسبا ان لو حصل اي مشكله علشان خاطر ما لزمش العميل بيوم او يومين زحمه اي حاجه، لكن هي في الغالب بتاخد يعني في خلال حوالي 48 ساعه مش اكتر من كده. جميل. وبرده محافظه اسيوط كنا بنبعت هناك جمله وكانت بتوصل تاني يوم. حلو جدا. فعلا هو كان في حد هناك كان بيتعامل معانا، كان لما مثلا بيجي له بضاعه طبعا هو واخد جمله فواخد دسته او دستتين واخد عدد، فلو مثلا وصل له حاجه كان بيبقى فيها مشكله في المقاس او فيها مشكله. طب بس اسالك برضه هنا سؤال، القطعه بتختلف عن الجمله؟ طبعا في الاسعار. في السعر. في السعر. طيب حضرتك اكيد طبعا لقيت اللي انتقدك وقال لك لا انت مش هتنجح، انت الكلام يعني اللي احنا بنسمعه هو يعني لازم واحد عاوز يحقق حاجه لازم تلاقي انتقادات. بالظبط. اكيد الاهل الصراحه يعني عندي في البيت بابا وماما واخواتي برضو يعني في دعم دايما منهم. كويس جدا فعلا بيدوكوا الباور اللي انتوا بتشتغلوا فيه. بالظبط. بابا دايما استاذ مصطفى خضر وماما واخواتي محمد وهاجر وهدير دايما بيشجعونه. يعني بالذات اخواتي البنات باخد برضو رايهم. لا انا اكبرهم. اكبرهم طبعا. باخد بقى طبعا رايهم يعني، حتى البنات اخواتي انا اللي بقعد اعمل الديزاينز بتاعت المنتج عشان خاطر احطه على الصفحه، فاقعد افرجهم على الحاجات. طب دي حلوه هتعجب لو انا نزلتها. هي نفسها حاجه تفرحهم يعني، انت بتهتم بيهم برضه كده، بتاخد رايهم بمعنى اصح. فاحنا يعني الحمد لله لقينا دعم من البيت، انا عارف اسرتي واسره هشام واسره عبد الله نفس الدعم، ومن صحابنا برضه صحابنا احنا الثلاثه تقريبا نفس يعني الحمد لله ما يرتوش حد شرير كده. لا الحمد لله. هو كان بس صعب ان احنا كنا بنشوف ناس كتير عملت بيجز على الفيسبوك او على انستجرام بس مثلا ما كملوش او ما عرفوش يعملوا دعايه ازاي. احنا طبعا ذاكرنا الموضوع كويس قوي احنا ازاي برضه العزيمه غير كده انت بتشجعوا هم كمان حابين الموضوع، انتوا كمان حبيتوا الموضوع. اصل احنا كنا في الجيش والواحد بيبعت في الجيش، طب انا هخلص امتى عشان اتخرج واشوف حياتي ابدا بقى. بالظبط. فانا يا دوب خلصت جيش لقيت دخل علينا
الشغلانه بتاعت الكورونا دي. كورونا اه وقفت كل مفيش حد حاجه. بيعمل انترفيو شركه لو انا قدمت فيها يقول لي ده احنا بنمشي الموظفين من اكيد عندنا، فعلا فكان لازم الواحد يتحرك فعلا ويعمل. هي الفكره حلوه بتاعت الشغل الاونلاين ديت، بتوفر كتير، او بتوفر عماله وبتوفر ميه وكهرباء ومواصلات وطلوع ونزول، يعني هي وفرت صراحه ومن حاجات مكانك كتير قوي. موبايل ومن مكانك او لابتوب بيخليك تدي شغلك وامان. طب معلش قبل ما اختم، بس احنا خلاص يعني عايزين بس نعرف التواصل مع حضراتكم ازاي. احنا عندنا بيج على الفيسبوك وعلى انستجرام، طبعا اللي بيطلب اوردر بيبعت مسج على الصفحه وبيبقى فيه مديريتورز. ارقامهم موجوده والبيج بتاع الصفحه كمان. تمام. بيبقى فيه مديريتورز اللي هم بسمه ورانيا بياخدوا الاوردرز. لو في اي مشكله طبعا بقى احنا بنعمل فولو اب مع العميل، في اي مشكله مثلا المندوب مشي، ساعات بتكتشف ان البيجامه او الدريس جي عليها مثلا ضيق شويه. تمام، بنشكر حضرتك وتشرفنا بيكم، نعتذر جدا الوقت طبعا. احنا عايزين مش نص ساعه، احنا عايزين جدا ساعة بحضرتك والله. احنا تشرفنا جدا ان شاء الله، بنتمنى لكم بجد مستقبل باهر، لان انتم صح من الشباب المجتهده. الله يخليك يا رب، ربنا يكرمك. احنا طبعا بنشكركم جدا ويعني تشرفنا بيكم. ان شاء الله تكون حلقه جميله ويحصل تفاعل ان شاء الله على صفحه اكتر واكتر باذن الله. شكرا جدا. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة ومع هدف جديد ونجاح جديد.